طارق عباس، مؤسسي مائدة فرحة. احنا دي السنة الرابعة لينا في المائدة. بدأت المائدة في 2015. مائدة شغالة على نظامين، نظام اللي هو الأكل في الشارع، النظام التاني ان احنا بنوصل الوجبات السخنة للناس الغير قادرة على انها تيجي او الغير قادرة على انها تطبخ في بيوتهم. انا جهاد، انا بقالي باجي هنا 3 سنين. المكان هنا احنا بنهتم فيه ان احنا ازاي نكون محافظين على نظافة المكان. انا اسراء. كمان من الرولز اللي احنا بنشتغل عليها انه لو مثلا في بنات مش لابسة الطرحة او كده لازم تكون شعرها مرفوع ومربوط علشان ما يبقاش فيه اي حاجة تنزل في الاكل. حبيبة سليمان، انا في اولى ثانوي، انا دي تاني سنة ليا في المائدة. رغم ان انا يعني رجلي مكسورة مش بقدر اساعد كتير وكده، بس يعني مبسوطة ان انا باجي هنا وبعمل حاجات حتى لو قليلة يعني. انا اسمي عمر، شغال كل يوم على الفرن. احنا كل يوم بنعمل 3 حاجات، لحمة او كفتة او فراخ. حسام علي معاكم، ده خريج هندسة عمارة. احنا هنا الهدوم دي الناس بتتبرع بيها في رمضان، بتجيبها كل المقاسات، مثلا رجالي حريمي اطفالي، والفلوس بتاعتها احنا بنبيعها بسعر رمزي، بحيث مثلا الفلوس بتاعتها نزود بيها الحاجات بتاعت المائدة والوجبات اللي احنا بنعملها.